السلام عليكم، معكم اخوكم محمد وقناة ام اكرش. ان شاء الله عندنا لعبة كونن انا ومع الشباب الحلوة الطيبة هذه، جروب نفسه مال ارك. انا اول واحد فينيكس والثاني كسودي واخيرا وليس اخرا دراكس اللي اول واحد حرش فيه وخليته يدخل وياي اللعبة. يعني تعرفون اللي يبي المقدمة، اللي يبي يعرف كل شيء باللعبة من البداية ويبت العيد شلون يسوالف، هذه اول حلقة موجودة عندي بالقناة. فخلونا الحين ننطلق ونشوف شنو يصير ويانا وشنو البلاوي الزرقاء والعيد شباب يقول لنا اياه. حاليا بلش البكلان، خلونا نشوف شو يصير ويانا. وشباب حاليا بعد ما شفنا المقدمة حاليا بلشنا نجمع موارد عشان نسوي لنا البيس الاساسي، بيس مو اساسي، بيس الاولي كنقعد فيه ونأمن نفسنا فيه كالبداية، يعني نجيب في نفسنا العيد كالعادة. وراح تشوفون كسودي ابو العياد، بشوف العيد هالمرة شنو ناوي يسوي فينا. كسودي ايش ناوي؟ ابي يهرب لنا ركس من ارك جنب هذول السكان المرغوب فيهم، كنت اتبنوا جنبهم البيت تقريبا. ايه لو يا ابو طق مالك عديو بعده في هذا وقت الجو. شباب اسمعوا كل واحد يعمل سبير. شباب اذا انا عطشت ايش اسوي؟ روح البحر وطق. ايه تشرب ماي البحر قدامك، اشرب ماي البحر يعني سهله هذه. ذاك السود يقول لي ما يصير. شنو ما يصير بعد كسودي تأليف؟ لا قلت لا يصير بعدين. أنا جمعت كمية حجر كويسة وعملت لي سريرين. ويع سرير. ويع ويع حلوين. قاعد أطبخ لي لحم. كتبنا عند الشجرة هذه كويس، عند الشجرة هذه ممتاز، بعيد عن هذول شوي الهبل. أكرس عنده مات وعملت كم فاير. إيه قاعد أطبخ حق الأكل يعني. ما في أكل. حياك حياك. عندنا 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 مندي مفطح و انت تعال بس مندي. ايه كل شيء كل شيء كل شيء موجود، كل شيء موجود حتى مطاعم موجود. شنو تبي انت؟ يلا يلا تعال تعال نكرش لعبك. تعال يا ملحم. في واحد خذ كل شيء لهني، منو هذا الذكي الفوق الذكاء اللي شال كل شيء؟ سودي اكيد. ايش تسوي توي جاي؟ والله العظيم عبقري هذا، شوف حيل حيل عبقري بالقضاء حيل. المرحله مو طبيعيه. رجعت لك. شو قلت لك انك صار مين اللي بيعمل لك الحركه؟ لا المصيبه رجع شنو بس رجع الكم الحمى يقول رجعت لك اياه. هذا بالعن خيره شكله. لا صيدك فينك جد، لا صيدك كسودي الايعان. اي والله وينك انت اجل ليل متطوقع من اليوم. لا كريته قال راح اجيب لك اكل واجي لك بعد. شو اسوي؟ عندنا واحد متخلف اليوم. واحد يوها بحط السرير هنا برا. انا مين بدك سرير يا شباب؟ ممتاز يعني كنت تبعي. شلون نصنع يعني متخلف مالنا مو قاعد يسوي شيء الا التخلف. يعني لازم اطفي هذا الولد. بس في عندك لما تضغط اي على الفيتس يا كسودي المهارات كلها تتعلمها من هنا. خربت السالفه من الفيتس. خلنا نخطف لنا واحد. شباب خطفت 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 مين؟ خطفت واحد شيء خطفته. قصدك حيوان صغير؟ اي لا لازم تخطف تخطف اللي هال عليك. قم بدري عليهم. لا بس كذي بتصنع لسه
مكان الترويض تبعهم يعني قصة طويلة بس بده موارد بالهبل هذا. خله لا تاخذ شيء انطر نروح نجيب جمع صخر جمع صخر الصخر نحتاج اكثر حاجة. تعال كم تبي؟ عندي 200 وشيء. كويس هاتهم لانه دير بالك لازم نعمل بيت بسرعة لانه في عاصفة حتيجي لو اجت بنموت كلنا. تعال انت لازم تتخبى منها تحت المي او جوا البيت تعمل لك شيلتر يعني. ثواني يلا جايك بس كسر الصخرتين هذول. قطيتهم هنا داخل البيت. تحت المي ما هو ايش بدك تساوي؟ اللي هو ذكي فينيكس يعني بدا ما يبوق ها يسوي شيء صح بحياته يعني. يا قيس اكبر البيت اكثر يا بكبر كبر يبا كبر على راحتك. بدي خشب بدي خشب. اي فينيكس عنده 200 وشيء بايكم مني ليه بعطيك انا خشب عندي لا ما عندي حرام مشكلة رايب واحد يبوق من ربعه شلون فيك حاقد والله العظيم بك لا تعال دوك هلك ما يصير جلطه مان اوكي 6 ماشي حلو العاصفه مالك يا دراكس انت راح تجي ما بعرف ايش انت بدك تصعد على بيجر قبل لا تي لا تحاتي اقول انا جايت لكم بالطريق دير بالكم شباب ها خذيت الصخر شباب بدي لحم انا عدني شنو المطبخ هذا محطوط دقيقه سوري مطبخ مين دراكس عندي 400 تنفع اوه ممتاز هاك شوف لا تاخذ شيء خله هذول اخر شيء بجيك فينيكس اذا خذه بالعقيره ايش هو لحم انا اي في واحد يعاني هني ميت صاحبنا شوي واضيع اي قاعد اطبخ لكم تفتحوش الشباب هذا بالاف اوه اللحم بالاف بيسحب كل خلاص بالاف بيسحب كل الامور بس واحدة بتكفي اكل اسمها طبعا هذا ليش طبعا خلص وين فينيكس ارمي فينيكس ارمي انا حاليا يا شباب يجمع عشان نسوي نبلش الشغل الثاني نسويه ان مصيبة لو يتلوي اللعبة حيل في امور تسويها وايد هي كمان 10 هي اللي كمان 10 بتكفي شنو تحتاج تتكلم لسه قاعد بستنى شوي بس خلص الأرضية ما تخربش الدنيا أنا هاي لحظة خايف منها السمنة ليش تخلص بسرعة؟ شنو حل هاي السمنة؟ العاصفة 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 ولك العاصفة جت؟ والله العاصفة جت أنا بعيد سيلينج 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 وين السيلينج؟ ما ينفع حتى تحت الماء ما ينفع ترى لا بنفع والله ما ينفع سي طق سي بس مكان خلوا اللعبة واقعية انا هنا بعمل قاعد على السريع بحط بس اي كلام جدران بس مصيب العاصفة ايش كثر بتطول تعالوا 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 يا عم اضغط واحد ايوه خلص تعالوا وين رحتوا يموت يا رب شباب ما ضبطش معكم؟ لا ما ضبط تحت الماء مين؟ مين اللي عندي هذا؟ هلا والله المنظر رهيب هني عمي انا عندي بانجي كل شوي قاعد اهيئ هذا انا خلاص هم خليهم يموتوا واحنا خلينا قاعدين لا والله هذه رساله جديده هذه خذ يا شباب انا يمكن ترى مو بعيد عنكم استخدمهم لا استمنى حلم وقته خذك اسودي هذول بالاف ايوه اخذتهم ضبط حالك خلصت العاصفه شباب انا عايش وين كنت قاعد؟ ها؟ لا قاعد اهيل قاعد اهيل طب تحت المي ما ضبطش معك والله ما ضبط شكلهم شالوها من اللعبه شكلها
فينيكس تكلها. اي خله يموت احسن. اه انت مبسوط الحين؟ اي مصدقك انت. هات هات خشب، هات الاغراض اللي معك. انت اسوي 13 من اللي يهيل هذا. تبي كل انت كروس بتوكل قاعد حاجات مسمومه. مو انا قاعد اهيل. ما مش عارف عامل عليك بويز. اوكي قطيت هني خشب وكل عندي. تعال شوف له هني. ركب ليش راضي يركب؟ شوف له هني هذيل، تعال هني. ابا لقينا جثة واحد. اوكي فينيكس اللي ماخذ. وين حط الباب؟ حطه هني. وين انا؟ فينيكس خوش اغراض كانت عندك، باقي اغراضي صح؟ والله ما بقى شيء. تحالف بعد عند بايك هايد مالي. اوه شوف شوف اقدر اطلع فوق هني. طلعت وين؟ طلعت فوق البيت. خل نروح نكسر خشب. لما تجي العاصفة في فوق جنب الدم زي البيت هيك. لازم يكون ممتلي على الاخر هذا شلته. هيك شنو؟ اذا كان ممتلي على الاخر خلاص العاصفة تأثرش فيك. اوكي. درجة حرارة 29. انا ايش كنت بدي اعمل باب؟ شنو تبي؟ تبي خشب؟ بدي خشب وكثير امور لسه. فينيكس كان عنده 700 حجر. اكثر شيء الحجر. فينيكس كان بايق الخشب اللي كان عندنا 200 وشيء وميمع 200 وما ادري شنو وبايق. اعطاني يا زلمه انت، ليش ظالمه هيك؟ انا عندي اياهم. تعال 400 حجر. تعال خشب كاهم. تعال هذا خشب. عرف بنون بعيد ولا كان يعرفكم ولا تعرفوني. لا في السرير لازم. قلت لكم اعملوا سراير. هذا ليش هيك طلع؟ شباب الحين خلونا نروح نجمع شباب السراير. في معي سرير، حدا ياخذه. خذوه، حدا ياخذ السرير هذا. ايه وين راح؟ هاي خذ السرير، خذوا يا كسودي، خذوا يا ايكاروس. اي حد بلف بتاخذه. لما تحطه على الارض تعلق عليه بالاي وبتضغط على زي الترس، بتكون هذه هي اسمها. وين راح السرير اصلا؟ ما انتراكت. انتراكت اختفى. مو السرير هذا اللي سكون لك. السرير اللي عندي اختفى مو موجود. اخذ يمكن كسودي اصلا. عادي اسوي له واحد ثاني يعني. عادي يعني والله انا مع الحصى. شوف ما في فايده منك، ما في فايده. هيات وول انا بحب اسوي صندوق. انا المساحه كويسه صح؟ ايه هو كويس. خليه اكثر من هيك، خليه هيك وخلاص. ولا نعليه؟ لا ما له داعي تعليه. انا هذا عملته عشان العاصفه اللي جت. نسير حطته برا. لا تروح جمع. يا عمري يا روحي. فينيكس ايش الاخبار؟ يلا في الطريق. راس الحفاه ما ادري شنو هذا، ايش حاطين هنا؟ يا عمي هذا راس بنت ثاني. يا عمي حل عمي كيف يا اسلم؟ جيران السوق هذول. ايه تمساح البني ادمين يا زلمه، تمساح تقدر تدخل بسهوله، بس هذول يرسم لك واحد ليفل 3 بظبط يا عم. لا هم على ليفل، اعلى ليفل 4 فيهم. المصيبة الحين تعال طلع الاغراض الثانية. بجمع قاعد فايبر. والله انا مخي ما عارف وين انا رايح. فين؟ لا اله الا الله. حط السيف على واحد. زين سؤال، وين اختفى؟ في واحد الدعله وين اختفى؟ مين؟ في واحد دعله هني، وين راح؟ ما احس. واحد ايه قطوا اخر الدنيا. انا وياها جمع وود. يعش هني جمع وود. اخذ البيض ينفعك. عندك فينيكس خله يركض عليه. مو طير هو؟ فينيكس مو طير؟ خله يركض على البيض. قلت شي غلط انا؟ ها؟
أبيك أبيك. بالله كسوت بتجمع قاعد ولا قاعد تلعب؟ قاعد جمع. شكلك قاعد يلعب هالشي يسهل. قاعد تلعب تنطنط وتتسلق الحيطان. عايش دور سلق. أعطيته ثاني. هجي صف النية صف النية. نجهز البيت على السريع ونروح نجيب هذا، نروح نجيب حديد. حديد تعال يجمع طلع لك بكاكس محترم لعندنا مو محترم. تجيب حديد تطلع بكاكس محترم فيش، لازم تجيب حديد، لازم تجمع حديد عشان تعمل فرن بدك 100 تقريبا على ما اتذكر 100 حدا او 200 حدا. والله مبارك مبارك. انا بدي اعلي الاستامنا عندي لانه الاستامنا ولا لا خلينا نعلي الدمج في الاول. اي خلص النقاط. وين لوتي شباب؟ عليك العواص. انت وين متت؟ جمعت يا كروس حاجة؟ جمعت 134 خشبة و300 وشي صخرة. شباب ممتاز. نعم انا شو اسمها بطلع بن صورت معكم المقدمة بعدين بكمل لما اقوم من النوم. روح ارقد روح ارقد روح ارقد. طلعت معاك خلاص طيب. كم خشب كم صخرة تبي يعني؟ نعم كم صخرة تبي؟ بدي قد ما معاكم. عندي 400 كله اعطيني اياه كله. كم تدفع؟ اللون والخشب اعطيني اياه كله. يلا البنيان عليك انت، انا ما اعرف ابني. ابني لك البيت قاعد. اي ما اعرف ابني، البنيان عليكم انت. انا معي خشب 1000. مين هذا اللي بكسر؟ انا قاعد اكسر. اكيد طبعا لازم يكون لاعب مش حيكون مسيء. هاني جنبك انا. سمطيني. وينك؟ ما قاعد اشوفك. تاجت البحر. نعم. تروح الغابة إذا متنا. الأغراض؟ إيه. المفروض لا. تعال دراكس. دراكس. هاك. هاك. خلاص. يعني إيزي الوضع. وش ضايلين لنا احنا؟ انا مش عارف ايش ضايلين لنا في البيت. مش هنكبر اكثر من هيك صح؟ لا لا ما راح نكبر بس الحين نبني الاساسيات. هذه خذها هذه بتجمعها هذه جمعها بتروضها بعدين. يا جمعتها يا خطفت يا المجرم. ما هو الترويض زي هيك في تمساح جنبنا هيك الترويض يا لا ما ياخذ ما ينوخذ ما ينوخذ ما ينوخذ هذا قزرت هيك. في نبتة تعالوا لو تشوفوها النبتة. مصيبة الحديد ترى مكانه وايد بعيد. في هنا في المناطق هذه في يعني اللي يكفينا. خلنا نضبط لنا مكانها. الحين بدي اضبط انا اللي هو الفورج. اوكي بس كل واحد يعمل سيف يا شباب كل واحد يعمل سيف. انا عندي الفرج اسمه فورنس تقريبا مش فورج. بدي افتحه لا صح صح افتح يا عم انت جبت العيد من الكوريشن. لا الله الله الله. ايوه فتحت الفورج وفتحت الكاربنتر والهاي سيناري والله ما عارف ليه الزمان ولا. اوكي يعني العيد اللي بناه من ورا الكل ها عيد. بس احلى العيد صار لما مات فينيكس. صناديق الدتروين. انا موت ورص من عبد السرين اعرفك بتلاقي البيت. طيب بتعمل افتح الخريطه وتلقى البيس. لا فينيكس شلون بلاقي البيس؟ لا افتح الخريطه تشوف البيس على طول. وين فرنس؟ والله فتحته. ايوه هي الفرنس. بقول لكم بده 100 بده 500 حجر. لا لا قبيله حسب شو اسمه انا جبتهم عندنا يعني جبت لنا العيد. لا لا ما جبت
يعني انا معطيك ايش كثر. شنو هذا؟ في سلاحفاه كبيره عليها قطف ولا ايه؟ لا حشت ايش فيه؟ خطفت ولدها. خطفت ولدها قدامها ها؟ والله الله اكبر يا عمري انت. هاي خمسة فورج نحطه جوا البيت ولا برا؟ بسوي له البوكس الحين مو قادر. حط الفورج هنا. الفورج شلون فتحته انت؟ الفورج؟ تروح على تضغط اي استنى في صوت. مرتاح والله مو فاضي لك. قلع عنك. طب قول يا زلمة نجي نساعده. سوي تعال يا معلم تعال. شباب لو كنت كاتله حدا اضغط عليه كيو عشان يضلك معلم عليه. طلع له الحين هذا ال... يا عمري يا عمري يا عمري ممتاز. استنى 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 الفورج اوكي. استنى بدك تجمعه كيف؟ سويت الفورج جمع لحم ماشي خلص جمع لحم. سويت البنش سويت مرات الحديد رجع لك الكروس ثاني من الفيت اي سويت سويتهم سويت سويتهم سويت خلاص بس الحين باقي يجمع عشان ابنيهم و بص يا باشا ماشي. لما تدخل على الفيت يا ايكاروس بتلاقي اللي عندك زي البيت هيك هذا بجيب لك يعني اللي هي كل اغراض تقدر تصنع بعدين بيفصل لك اياهم البنيان لحال والديكوريشن لحال والسرفايفل لحال والاسلحه والدروع زي انا حتى بروح يجمع الصخر مره ثانيه عشان اقدر اسوي مو الصخر بسوي بوكس شباب نبي بوكسات ما انا بدي اعمل انا صنعت تواين عشان اعمل ستوريج والله ما كفاش التواين اللي عندي ليش عشان عملت يا الله عملت الشيل يا عمري تروح جنب يا عمري يا شباب شايفين النبتة هذه النبتة هذه شايفين وينكم انا بعيد عنك ما اشوف خلاص خلاص في نبتة تعمل منها علاج بوشن احسن الفايبر يعني تعمل بوشن ايوه من ايوه قالوا سمعت عنها انا سمعت عنها اسمها اليو الو اليو مش عارف كيف بنطقوها السلام عليكم صراحه مو انا اللي بس ما اسوي لك شيء ما اسوي لك شيء اريفه 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 خش بنت مين السلاحف بس لا في سلاحف في واحد لون احمر هذاك ابوهم بيهجم عليك عادي اخذ البيضه ام الانثى لا تهجمش ايش جاي استاذن الطيب الرقيق الخلوق ما سويت شيء والله انت وايد طيب اليوم طيب ثانك يو لازم هاي لان بلاش يجي علي ويقتلني في شيء هني ما اعرف كذبت على السلاحف ايش سويت؟ كذبت على السلاحف والله شباب انا بروح اجاهد السلاحف وبيضتين يلا بعمل صندوقين بحط الصناديق جوا وبعديها ننطلق ولا ايش رايكم؟ على الحديد خلينا نعمل درج كمان حصلت اسهم اوكي هاي الصناديق طريقة حلوة طيب البنيان هنا الدرج هاي اوكي حلوة 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 خلينا نعمل درج هاي درج لا هاي درج ماشي الوضع الحين فل علي عندي عندي الوضع شنو فل علي سوهم كلهم اوكي هايد هاي ليش ما اقدر اسوي تريكر هايد انا عندي عندي هايد شباب في السيد ما حدش يرميه ها؟ اوكي السيد عندي 100 وشيء ما حدش يرميه لا 85 سوري هذا يلزم عشان تروض فيه الترولات اها حتى عندي فيه انا شكلي بسوي المعبد مالي لا لا مش الحين مش الحين ها كثير موارد عندي لا موارد 360 صخره 160 خشبه 20 ما ادري شو خلينا نجمع حديد ونرجع بس دقيقة واحدة انا بس عشان بسوي البوكس السلاحف للستوري ايش بدك في السلاحف يا زلمة؟ شنو اكلهم؟ والله والله جمعت منهم كم واحد؟ ثلاثة عندي واحد تبي بعد؟
زاد الخير خيرين. ايش بدنا بالسلاحف؟ ما ادري. ضعاف اصلا يعني. ما ادري عنه. يقول لهم بوس الواو وخلي الواو بح. خليني اكل دود. يعني الوضع مو طبيعي. يا. والله انا قاعد بلف بالممتاز. حجر 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 لو سمحت حجر. ايوه انكسرت. ممتاز انا صار جات انكسر. صلحوا شباب الاغراض اللي معكم خلينا ننطلق. انا هيك جاهز. شنو صلحها؟ اضغط عليها ربير. تلاقي في ربير تحت بيطلع لك. على اليسار تحت. يابا قطيت الاغراض اللي عندي كلها افتكيت. انتو وين؟ دقيقة واحدة. بالبيت؟ بالبيت بالبيت ايه. طب ماشي انا بدي اجمع شوية اغراض هيك. شوية فايبر عشان اعمل لي علاج. اوكي هذا تعال. لو لقينا مشاكل ولا حاجة. انا عندي اثنين عندي اثنين يعني. يا عمري. اوه هات هات هات. خذ هذا. اكم قاعد اسوي البوشنات انا حاليا. الحين وين تبون تروحون؟ خلينا نعمل 10 خلينا نعمل 10. تعالوا شباب بس شوفوا النبته هاي شايفينها. عرفت عرفت انا قاعد اسوي منه بوشنات الحين. اخلي كاسودي يشوفها. اكسده اكسده. هاي كاسودي. هاي هذه النبته. يا الله للعلاج برضه. الفتاوي لا يا زلمه جمعها عادي بالاي دمرها. زين شباب دراكس سكر اللي فوق. هذا مجهز بجمع هاي بجمع هاي ايش يا سكر البيت من فوق. والله الناس يسكر من البيت. مشكله بسكره بس نرجع. الحين وين الطريق الى اين؟ فوق الطريق سند بس درمي كل حاجه معاي. انا رميت كل شيء ما ضل وياي الا سروال الفنيله. الطريق فيه كثير اماكن يعني. انا ما ادل فيها انت اللي تدل. خلينا نروح انا على اليسار هيك. حط له علامه. جبل هذاك وينكم؟ حط علامه حط علامه على المكان عشان نروح. تطلع ايش تقول؟ حط علامه. علامه معقول بيبين يعني؟ مش عارف. طق رايت كليك وحط علامه وخلاص. بيبين معقول؟ جرب. حياه جمجمه. ما ظنيت فيه. ما حطيت. وين؟ حطيت عند الجبل هذاك اللي عند الشجره الكبيره. لا ما في شيء مبين. مين اللي واقف هناك؟ مين اللي واقف هناك؟ تعال تعال عندي. هيني اوكي. هذا كسودي. لا هذا كرس. تعال يلا هناك هناك عند الشجره هذيك. يلا هيا بنا هيا. تقريبا في في ايش؟ نلاقي مثل يعني. شيء الضباع اهم حاجه. شيء جهاد جهاد يا شباب. الجهاد في سبيل الله. انا حاليا نجهد عشان المتل نشوف شو يصير. اسرع يا عمي اسرع. ثواني بس ثواني بدي ازود بس كم نقطه هيك على السريع. السلام عليكم. هي نقطه واحده بس خلاص. ما تتحركش في حدا سيبك منهم. لا اخي عند الجبل يا شباب عند الجبل هيك بتلاقي ال حجي الجبل المرمى. هذا احمر احمر. هذا الكبير هذا الكبير الاحمر. تعال تعال يا عم تعال. كم هيله؟ طب خلاص انت فوق. الهو انا بدي اجمع حديد. يا حبيبي التجميع. جمع جمع. لا تحربته؟ ايه ايه عندي كل الدنيا الحين. باقي له 100 خلاص ذبحنا. ما في استمنة ما في استمنة. لا زبط 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 بتخلش. يا لك الثالث. يا اهلا وسهلا تعال. ايه لكثرة تغلب الشجاعة. لا خلاص شباب جمعوا جمعوا اللي معاه هايد اللي معاه لحم للتجميع جمع. راحوا جمعتوهم؟ فين الحجي مو قاعد يعطيكم بالسلاح مال عشان يجمع. لا قاعد يعطيكم سيف. سيف عنتر قاعد يستعمل. عنتر عنتر يعني. سيبك من الحجر سيبك من الحجر. وين وين؟ وين الحديد؟ عند الجبل عند الجبل بتلاقي فيه. راوني يا علمني. خلنا نتطور معك يا صديقي. في قدام عندي في تمساح زف اجا. تعال نظبط تعال نظبط. اوي
عاد ليش على نفسك؟ عاد خلاص. تعال شبيبة دقيقة واحدة بس. ضبط حالكم؟ ماشي يلا اوكي. شايف اللي شايف اللي قدام هو هذا الحديد؟ هذا الحديد؟ لا بسرعة بسرعة جمع بسرعة بسرعة بسرعة. شايف ايش فيه هناك على البحر؟ التماسيح. انا شفتهم بس سويت نفسي عمي. هذا زعيم. هذا زعيم هذا. سويت نفسي عمي انا. اطلع فوق. تعال اطلع فوق فوق. حاج يقول ما اشوف ما اشوف اوكي؟ يميل يقول ما اشوف ما اشوف. يا عمري خزال. انا في حديد وفي غزلان اعلى ما اظن. اي في. ايوه عارف مكانه. انا ما حصلت قاعد ادور. بتفشي كثير انا يعني. انا قاعد ادور حديد. ها؟ فش كثير فش كثير انا فش كثير. بس الشجر الميت هذا كويس بيعطيك والله في غزلان. غزلان. غزالة حلوة. غزلان غزلان. نصير غزالة. لازمك غزال يا اسود؟ نتنقل فيها بعدين. لعبي عطش. انا قريب ايش رايك تروح عليها؟ نروح نموت ونيجي؟ المصيبة المثل اللي حصلناه حرام يروح. فلازم انا 24 معي مثل بس. انا عندي 24 بعد. وكسودي برضو جمع. او الضباع انحاشوا عيال ردوا البيس انت وراك. تعالوا تعالوا بس في فوق في فوق مثل خلينا نجمعهم ونرجع. انا راجع انا صاعد فوق ترى. اوه نسينا نعمل يا الله شنو؟ نسينا نعمل لنا مكان للرسبون. انا سويت. يلا مش مشكلة. تليبورت تليبورت تليبورت. سويت لي كرفاية هنا. نعمل تليبورت. ضبط لي كرفاية. احنا منزلين مود تليبورت. نستخدمه. تعالوا معي وينكم؟ لا ما حد المودات ما تستعمل الا اذا اندبست. بس ما احس اندبسه يعني. تليبورت ضروري. لا عم مو ضروري. تعالوا يا شبيبه. طب خلص بلا. انا فوق انا قاعد. خلص في ضباعه ما تجيبهمش. في ضباعه قدام هناك على اليمين. بس هذه البيبي. يا الله مجرم مجرم. انا مش شايفكم. انا يمك. انا قاعد بستنى فيكم انتم هون. طيب يلا خلينا نطلع فوق خلينا نطلع فوق بس خلي بالك في الضباع بس لا بتهيألي هنا في الضباع في حيوان الحين حتشوفوه بيبي وير ار يو كاسكو كسودي ما تشيلش بيبي لانه حيثقل وزنك لا 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 تعال 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 شنو هذا؟ تعال تعال بدناش مشاكل الحين تعال بس تعال تعال معي تعال معي ولا يا تعال بس انا مين اللي راح جابهم يا الله كسودي لا لا ما يكب مفوض صائد خلاص خليه يموت ما اعرفه انا راح اموت من العطش هنلاقي واحد زيه هنا يا هنلاقي واحد زيه هنا يا كاروس انا حفنا واحد ما تيجو انا وراك لحقوني هذول الحين كنتب صح دقيقة واحدة بشيء ايش حط عندهم ما ادري تكون محتون هناك تعال تعال نجمع تعال نجمع مو في واحد في هنا اثنين كمان يا ايكروس ابي شيء عندي حق العطش عندي مع عطشان انا انا عطشان انت عطشان ايه طب خد 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 تعال خد شنو هذا والله اني فنان انا عطشان اشرب يلا في واحد عندنا نقتله بعدين نجمع براحتنا والثاني اسحبه اسحبه جاهزين اسحب 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 انا معاك خلاص واحد أوبا. واحد بس واحد دش الثاني تعال معلم تعال خلي بالك قوي هذا هذا قوي يا عمي انت بتسبه كثير ضبط 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 هذا بيعطيه خيل بيعطينا حديد هذا ايوه ضبطوه هو بس قاعد يندزه صح؟ لا 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 يا الله لا هذا جمعوا بالباك نشوف ايش يعطينا يعطي 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 اعطانا حديد بس مش كثير يعني دا اخذ هيل انا اخذ هيل هاي الشباب انا ورا الصخره هذه انا قاعد اجمع حديد وانتم تقول لي ايش اسوي فيكم يعني لازم تدبسون الواحد لازم نجيب نخلص لانه السطل هذا كله حديد
ما يعطي وايد حديد. جمع جمع جمع. ايوه تعال 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 نقتل هذا ولا خلينا ننزل لا تحت خلينا هيك. هلا بيبي ارحب. ضب خليش تحرك. تبنا هادي موت بس والله ما خد وقت على طول بس ايه النص طاكي مطقون بعض انتو نص الضرب لا مستحيل انت لا الطق انت قاعد تطقونه تبوشون الطقه وطق سودي طق ما ادري منو قاعد اشوفه انا بضغط كيو وهو لحاله بيعلم عليه بيعلم على الوحش ازاي ترى في كريستال ما كريستال ترى جني سمع صوت ضباع ترى انا سمعت واحد صوت واحد هاي في اصلا في هنا كامب اصلا او عسكر اي قدامنا شايفينه اه خلاص جمع حيد هذا خلينا نرجع خلونا نلعب بالسيفتي يعني خلاص يلا اشرد 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 يلا بكفي خير نروح نظبط دروع حديد والامور هذه بكاكس حديد ايش يصير فيهم؟ هجي طق الواحدة تجمع بدل 6 تجمع 12 و 15 انا شفت فيديو حقها انصدمت بتجمع انصدمت حيل انصدمت والمشكلة انه ما فيش معك حيوانات تجمع انت بتجمع كل شيء بايدك لا في بس مو الحين تحصلهم بعدين لما نقدر نروض نكبرهم لا في منهم يعطي يا اخي في ربعي قالوا مش عارف انا بلعب في اللعبه من زمان انا حاليا مو عندهم وشفت بيتهم والله طقت على راسي شنو اللي شفت عنده يعني مو شيء مو طبيعي حيل مو طبيعي مش ذاكر انه في حيوانات بتجمع يقول بس الحيوانات اللي تحصلها كل شيء له فايده يعني مو كلهم شوكه مو كلهم نفس بعض يعني عندنا غزالتين واحده تعطي شيء والثانيه كذي ما يصير نفس بعض السلام عليكم غزال بيعطي شيء يعني اتكلم مثلا 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 يعني يقول عندك تمساح في تمساح يجمع لك يقول او واحد يطلع لك اللحم يعطيك لحم مقصص واحد شيء كذي يعني عرفت هذه غريبه الصراحه غريب علي بس واحد تمساح تجيبوا لنا اياه امشوا على الحيط هيك صوت حيجيبوا اصلا والله ما اعرفك يا سعودي وقتها هتقول وياي بالتيم او شيء والله هذه نحتاج الله يا عمي الله حنهي نحتاج نجمع مبلغ شويه نجمع البيت المهم وصلنا احنا وين البيت قدام هيا تو حاليا نبي نجيب مشاكل اهم حاجه كسرت عندي اوكي سؤال ايش كثر راح احتاج عشان اسوي فروج اشرد تحت تعمل ايش الفروج ايش كثر راح احتاج الفروج عملت واحد انا بدك 500 ستون بس 500 ستون 500 بس يا ريال اسمعني وايد الجبل هذا وراه في واحد بدناش نجيبه معنا المشاكل. وين الواحد انا ربع المشاكل ورا الجبل هذا اوه لقيت مثل يمي في هنا اي والله بس كم الخشب اللي معاي بس كميه صغيره مو كبيره وايد فيش معي خشب طيب جيب خشب والله الامور طيبه زي الكريستال حصلت كريستال وايد لما الحين انا بينصهر برضو بس بعدين يعني شوف خلينا نحط الخشبات يا الله يعني عارف خاطر اجهز الستون من الحين قصر الستون برضو قصر الستون كمان من شيء نحتاج افراجه كمان عشان نعمل ال لا الويلو فين متهيألي بيلزمش بس يلا مش مشكله بيلزموش الحين الستون طيب الحين شباب ايش بدنا اللي هي اسمها اوكي ايش اسمها
هاي موجودة، هي بلاك سميث، بلاك سميث بدها 50 حديد و 250 ستون. وبدنا كمان نصنع اللي هي الارمور بنش. انا اقول لك اول شيء سكر البيت. الحين بسكر لك. اللعبة بلشت تبقق وياي. انا من زمان هي تبقق بقق. لا اوكي. الكتب هذا شباب رميت انا في الزمج. بق بق اللي علق ويانا الجهاز شوية. ولا ستون هاي. بدك انت قلت لي اسكر لك البيت من فوق. ايوه. يعني سويت شغل اضبط شغلك. ما يصير يعني. ولا المشكلة حيكون البيت هيك منخفض كثير. عادي. احلى. هو راح عليه الحجي. راحت عليه الشغلة هذه. 10 بيكفي. 10 اوكي يقول لي حط المتل حط الوود وقول له بلاي اوكي ونروح نكسر خشب زيادة عملت فورج ولا ايه؟ ايه طب كويس يعني ضبط مو بس انت تشتغل ترى ها دير بالك نفهم اول يعني في القصد الموارد قليلة لا 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 واحد كان بكفي نضبطك بالموارد افا عليك في فوق بلاي تلاقي ليش مش راضي يبني هان انا لعبي اوكي مو عطشان ليش راضي يبني اه يبنى يعان بس اوكي يا شباب في اكل في اكل جاهز لا جهزولنا اكل ما تشتغل الكامب فاير ما تشتغل اها شنو اشغل بلاي بلاي حط خشب واعمل بلاي حلو يكفي الحديد بده سنتين لما يستوي يعني طيب نجمع حجر نحتاج نجمع موارد وايد الله في لحم يوز اوكي خلاص شكفي فيو نشوي بعد حشرات فرجوع لا الحشرات مو تشوي ما ترموهوش يعني بيلزمنا عشان نعمل خلايا حشل عندي نحلة كانت يلا مش مشكلة اوكي بس هاي ايش كثر ياخذ وقت عشان نسويها ما ادري ايش هو كروس ما ايش كثر ياخذ وقت عشان يسوي الشغلة الوحدة ياخذ وقت مو وايد تقريبا 15 ثانية او 20 ثانية ما في ثلاجة خزن حشرات هذا ما شفته حلوين خل نروح نشوف شنو نقدر نسوي لنا الحين انا قضيت الكريستال داخل عشان يسوون بعد نحتاج لا مو هذي معبد هذا شنو تنر تيبل هذا ما عرفتها تنري هذا للهايد انا نحتاج نسويه بيلزم هو بيلزم شباب بروح الحرب في حدا بيحارب وياي حارب مين في يمنا يلا 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 وين هذا هذا معاه تعال قاعد اسكت هذا سريع ما تشتري والله معاه من الامور الحلوه هذه يا عمرو في بوشن اسود مش عارف السكين تبعه وين راح انا راح مو صح من دول بوشن اسود هذا غاز زيت زيت ها عشان تشعل النيران فيه حلو نحصل تمام ثواني شباب ثواني اوكي كذي تمام يا عمري طيب اطلع من هنا طيب
طلع البيكاكس، كسر وكسر. انا شكلي بخلص كسودي، انا شكلي هني وبخلص، راح اكمل بعدين تصوير حق باكر. يعني انت شو قاعد تسوي؟ ها قاعد تسوي التصوير؟ يعني شيء بسيط ان شاء الله، يعني حلقه بسيطه حلوه تطلع فوق ال 10 دقائق. والله حلوه اللعبه، اللعبه حلوه وجميله يعني حسب اللي شفته، والله وايد وايد حلوه واستمتعنا فيها، نبي راي الناس فيها مو بس راينا. اوكي طلعوا شيخ، اذبح اخر شخصيه بذبحها. تعال فيكتور، ما في استمنة. يا عمري خذين خلصها من الأول. عنده رسالة، شو تقول الرسالة؟ تقول تيك اول الرسالة، ما بيها دروب. اوكي خلينا ناخذ شيء قبل هذا كله، نقصصهم لازم. يلا بسرعة، سكينة سكينة بسرعة، ذباحة القتالة وين هي؟ لازم اخلص عليهم. اوكي وين راحت؟ تعالي حلوين حلوين، هاي برام حلو ممتاز جدا جدا جدا. ارجع البيت عشان ما اموت. وشباب كذي وصلنا عند نهاية الحلقة، فيعطيكم العافية على المشاهدة ووجودكم وياي، وان شاء الله حلقة حلوة نالت اعجابكم واللعبة يازت لكم وايد ان شاء الله. فوصلنا عند النهاية، فيعطيكم العافية والسلام عليكم.